انا حطاك في دماغ وبراقبك. تعويض الجنيه، تعويض الجنيه. مامي بليز بليز، مامي بليز. انا ما بصرخش، بس انا بنده بالصوت الصيفي. لا لا، ست الحبايب يا حبيبه. سليم ومامته، اتس نوت كومبليكيتد. اول مره. هاي سليم. هاي غدير. هاي، عاملين ايه؟ الحمد لله الحمد لله. عايزين النهارده نعرف العلاقه بينكم كومبليكيتد ولا لا. ماشي ماشي، يلا بينا. يلا، اول فقره معانا هي ميموريز. في الفقره دي هنتكلم عن ذكرياتكم انتوا الاثنين. اول سؤال لغدير، مبدئيا كده، مين اختار اسم سليم، انت ولا بابا؟ انا اقترحته واحنا اخترناه مع بعض. هو اقترح اسم تاني بس في الاخر اخترنا سليم. كان ايه الاسم التاني؟ هو مصطفى اختار حمزه واستقريتوا على سليم. اه سليم، قول لي، الاسم ده بيعجبك ولا كنت عايز تغيره؟ عجبني. عجبك؟ طب لو ما كانش اسمك سليم كده تختار لنفسك اسم ايه؟ عجبك؟ سليم لايق عليا. سليم لايق عليك. طب في العادي بتاكل سندوتشات ايه في اللانش بوكس بتاعك؟ ودوبيف جبنه بس. انت اللي بتقولي مامي انا عايز الساندوتش ده، ولا هي بتسيبها هي تطبخ وتحط لك الساندوتش؟ انا بقول لها. اكتر اكله بتحب تاكلها من ايد مامتك هي ايه؟ حاجتين. ايه هم؟ المكرونه والملوخيه. المكرونه والملوخيه بس؟ بس كده خالص؟ وسمك. سمك. سمك كمان. سمك وجمبري وكابوري. مقلي ولا مشوي؟ مشوي. بتحب السمك المشوي؟ في حاجه عملتها له كانت فعلا مش حلوه خالص، وهو قال لي مش حلوه. ايه هي؟ سلطه يعني. قول قول يا سليم. هو التوم كان بايظ. التوم كان بايظ. ملوخيه. في الملوخيه. طب كان طعمها عامل ازاي؟ عرفت طعم التوم ازاي ان هو بايظ؟ هي اللي انا اكتشفت. يعني انت اكلت عادي ومامي قالت لك التوم بايظ فانت قلت وحش؟ كان عليه زيت زيتون فكان طعمه وحش قوي. اه كلنا واكتشفنا ان في حاجه بايظه، فاكتشفنا انه التوم بقى. انت ليك مغامرات في الطبخ مع مامي في البيت يا سليم؟ اه ساعتها. عملت ايه؟ احكي لي. ساعتها بغسل مواعين، ومره قطعت خيار وفلفل الوان. ايه الجمال ده؟ طب والنبي سقف يا جماعه يا سليم. طيب سليم، اكل مامي احلى ولا اكل بره الدليفري اللي بيجي لكم؟ في حاجات بتبقى احلى من مامي، في حاجات بتبقى احلى من دليفري. لو مامي في البيت عملت بيتزا وانت اكلت من بره بيتزا، مين بيبقى طعمه احلى؟ عمرها ما عملت بيتزا. ما عملتش بيتزا وهو صغير، هو اكيد نسيها. دوت البرجر بتاع مامي، دوت البرجر من بره؟ اه من الجنب. مين احلى، بتاع البيت ولا بره؟ بتاع البيت. غدير، قولي لي، لو سليم بيتخانق مع فارس اخوه، مين بقى اللي بيكبر دماغه ومين اللي بيصر على موقفه؟ لا هما حرام، هما كويسين بس طبعا بيتخانقوا، بس سليم دايما هو اللي بيخليه يعني كانه بابا، يعني بياخده على الصغير يعمله اللي هو عايزه. بس فارس برضو بيدافع عن سليم جدا، هو المحامي بتاعه وده كانه بابا، بس سليم اللي بيكبر يعني في دماغه خلاص. اوكي خد. طب قولي اخر خناقه بينكم كانت على ايه انت وفارس؟ اه هقول لك، امبارح بالليل واحنا بننام كنا نتخانق على الايباد، لما مره قريبتنا جت وفارس قال لي ما تمسكش ايبادي، وانا ما مسكتوش وهو مسك ايبادي، فانا فضلت اقول له مامي وفضلت ازعق له ودست على رجليه برجليا. دست على رجليه؟ برجليا. وبعدين هو عمل ايه؟ يعني فضل يعيط. ماما بقى اول ما بتشوف الخناقه الكبيره دي بتعملي ايه؟ بتصوتي ولا بتعملي ايه؟ لا انا ما بعملش حاجه، انا هاديه جدا. كانت في المطبخ هي امبارح عايزينا كده. ولهم دور ودور، بيقول لك دور ودور. اه لكن ما بتصرخش. انا ما بصرخش، بس انا بنده بالصوت الصيفي. لا لا. اللي هو ازاي ممكن نعمل جروب على الخناقه؟ لا يعني سليم بس بالصوت الصيفي، سليم فارس بس بالصوت بقى اللي هو الصوت اللي مليان غيظ بس. اه شاف ايه اخر مسلسل كوميدي؟ بالتو. بالتو، شفت بالتو؟ اه. لا هو كان بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن دكتور راح عشان يشتغل، يشوف هو هيشتغل فين، وبعد كده عرف ان هو هيشتغل في مكان تاني، وقال لصاحبه، وصاحبه قال له على حاجه وهو سمع كلامه، وعرف ان هو المفروض يروح لمدير المكان هو كان هيروحه ويخليه يمديله عشان يقدر يروح المكان التاني، وهو فضل يتكلم معاه ويهزر، وهو كان عايز يمديله ويمشي بقى لحد ما النجفه وقعت. وهو قال دي لو وقعت على حد ووقف هنا المروحه وقعت عليه. صح. حلو قوي يا سليم. صح. وقالت له ان انت اللي هتبقى المدير الجديد، وهو ما كانش فاهم حاجه، وجري يروح على بيته وراح القسم وهو كان لابس البوكس. لا سقفه كبيره يا سليم يا جماعه. شاطر يا سليم. لسه خلصت دي الحلقه الاولى. قولي لي، عرفتي امتى ان سليم جواه فنان؟ وهو صغير، يعني قبل ما يبقى خمسة، يعني ما بين أربعة وشوية وخمسة، كنت بحس ان هو، يعني حتى كنت بقعد اقول لمصطفى ان انا بحس ان هو عنده حاجة كده، فقال لي لا ده عشان ابنك انت بتحسي كده. بحس ان هو بيأثر فيا قوي في ضحكه،
بحس ان يعني مؤثر وابتسامته وعياطه طبعا كل الحاجات دي بتاثر فيا قوي. وبحس ان هو يعني عنده سنس كده عارف ودنه مع الرأس مع الحركات. فبحس ان هو في حاجه بس ما كنتش بقى متاكده غير الاستاذه مريم يعني هي ربنا يكرمها يعني هي اللي اكتشفته بصراحه الحمد لله. طب سليم انت لو كنت دكتور هتبقى دكتور ايه؟ دكتور اطفال. انت في العادي ما بتحبش السفر بس سافرت كتير عشان شغلك. سؤال بقى، ممكن تسافر من غير مامي؟ من غيره ولا فارس ولا بابي ولا مامي ولا اي حد ولا السواق؟ بص هو لا بس نفسي عشان هتبقى مغامره بالنسبه لي. طب غدير قولي انت ممكن تأمني على سليم يسافر لوحده؟ بص انا ما اقدرش يعني انا قلبي ما يقدرش، انا بثق فيه يعني وبحس ان هو بيقدر يعتمد على نفسه. بقى. بس انا ما اقدرش لسه يعني صغير هروح معاه قلب الام. لا ايه بس هاجي معاك حطيني في الشنطه كده ما تروح. خلاص هتروح سوا معاك. انت تقدر تسافر من غير مامتك وانت قلت لا ما تقدرش؟ لا دلوقتي غيرت رايك؟ غيرت رايك دلوقتي؟ اسبوع او يومين كده، خمس ايام مش اكتر من خمس ايام. حلوين وارجع لك. حلو. انت لو عندك روبوت في البيت تخليه يعمل لك ايه؟ احكي له اسراري ويبقى صاحبي. مش هتخليه يعمل لك هدومك، يختار لك حاجه، يروح بدلك المدرسه، يعمل هوم ورك مثلا؟ يعمل هوم ورك. ممكن ابقى احوله صغير واحطه هنا. ايوه. او في المقلمه واخليه يغششني الامتحانات. غدير قولي لي، سليم بيلعب كاراتيه وكمان كان بيلعب سكواش، انت اللي اخترتي الالعاب دي ليه ولا هو اللي اختارها منه لنفسه؟ انا اللي اخترت الكاراتيه. هقول حركه اسمها الاويزوكي، هي بتبقى عامله كده ان بقفل ايديا قبضه كده جامد والايد الثانيه قبضه كده جامد كاني بلعب بوكس. اوكي. وابدا احط دي قدامي والايد دي دايما بتبقى في كل الحركات، التلات حركات الجايه لازم تبقى مستخبيه. كده الاولى اسمها هيان شودان، ببدا كده زيها بالظبط. سليم هسألك سؤال واحد، سمعت عن ضرب الروسية؟ ايه بقى ضرب الروسية ده؟ عربي؟ لا مش ممكن. هعملها لك براحة. بس يعني براحة اوعى. كأن دي حصان راس، ايديا دي راس. ايوه. مين بقى اللي اختار الالعاب دي لسليم؟ هو كاراتيه هو اللي اختار، وهو صغير شوية انا كنت بس موديه يعني كفتنس يعني يروح جمباز، وديته سباحة، وديته سكواش، هو بقى بيقرر عايز يكمل او لا. طب نرجع شويه لورا كده ونفتكر الايباد اللي انت وقعت الشنطه وكسرته. قلت لهم لا والله. انا هحكي لك الحكايه من الاول بس مش من الاول خالص. ماشي. عارف دبي احنا اشترينا ايباد جديد اللي هو بقى بتاعي، وانا كان عندي ايباد زمان كان دلوقتي بقى بتاع فارس لما اشتريت الايباد الجديد. اما بقى يوم لما وقعت الايباد ده، كان الجديد ولا القديم؟ كان القديم. عشان ما كناش روحنا دبي واشترينا الايباد الجديد ولعبنا بيه ونزلنا العاب وخلينا يعرف وش بصمي. سليم احنا عارفين انك هتعمل فيلم انت البطل بتاعه. اسمه ساعه اجابه. ايوه. ومعاك ممثلين كتير قوي، معاك مين في الممثلين؟ ناس كتير قوي. انا عندي عائلات كتير قوي. هينزل امتى؟ في العيد الصغير اللي بعد رمضان ان شاء الله. الله ان شاء الله. معاك مين بقى؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. سلام يا جماعه. قول لي انت بتعمل ايه في الفيلم؟ يعني مين بتعمل ايه؟ حته صغيره. انا احكي لك الحته دي اصغر حته اقدر عليها. ان انا ولد بابايا ومامتي بيحبوني. هو في مشهد كده مؤثر قوي، هو المشهد ده عباره عن ايه؟ ان بابايا بيسهرني ومامتي بتيجي من الفرح طب ممكن تقولي اسمك في الفيلم ايه؟ اسمك في الفيلم ساعد اجابه ايه؟ حاول اغششك. غششني. ياسين؟ ايوه. طب والله انا عرفت من غير ما حد يقول. شاطر. غدير قولي لي ذكرياتك مع اول يوم تصوير فيلم ساعد اجابه كانت عامله ازاي؟ اول ما سليم راح اول اوردر كان عامل ازاي؟ كان جميل. هو كان متحمس. كان متحمس قوي وكان مبسوط في الاجواء، يعني على الرغم ان هو كان يوم طويل جدا 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 جدا، بس لا الحمد لله كان متحمس وما حسش بالوقت. عايز احكي لكم على عائله المافيا.
لما انا بس كنت نايمان وعمالي اكل سويت. يا حبيبي اول يوم فعلا نمو هو بيصور في مشهد كده كنت نعسان قوي وعملوا مشاهد كتير وتعبت قوي، كان يوم طويل قوي. ده تقريبا كان اول يوم اول خالص، وانا بقى كنت تعبان ومفروض ان انا باكل سويت ومش قادر باكل. واستأذنتهم ان هو يمشي عشان نايم، بس هو رجع بقى فاق وقال لي لا هكمل وصور مشهدين بعدها. بصراحه قولي لي ظبطتي معاه مواعيد تصوير المذاكره ازاي؟ الحقيقه انا ما ظبطتش احنا بنحاول. كنا هو كان في المدرسه، فكنت يعني اوقات التصوير باخد معايا للمذاكره بحيث ان احنا يعني لو في وقت نذاكر، بس ما كانش بيبقى في وقت، فكنا بنذاكر في الايام اللي ما فيهاش تصوير. النوم بقى عشان اليوم تصوير بيبقى كتير قوي عدد ساعات. بكره هو مش بيحب ينام، بس هو لازم ينام لانه بيقعد كتير، يعني اكتر من 12 18، فلازم 13. لازم يفصل في النص. فكنا بنحاول في اي وقت، عشان هو كمان معظم المشاهد فيها ما كنتش بعرف انيمه، في اي وقت يكون عندهم بريك او بقى نطير لا ينام ينام ساعه او نص ساعه او كده. اهلا بيك يا استاذ سليم، دي تاني فقره اسمها اشتريت. انا اروح اشتري من حد. احنا مش هنشتري من حد، احنا هنشتري منك رايك، يعني نقتنع بيه او ما نقتنعش. هنقول لكم شويه مقولات عن الام تحديدا وتقولوا لنا رايكم فيها ايه. اول كلمه معانا بتقول الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. ايه رايك في الكلام ده يا استاذ سليم؟ رايي كلام حلو. حلو؟ فهمت ايه بالكلام؟ ان الام هي اللي بتعلم انك لو عملت حاجه الشعب حاجه. طب غدير قولنا رايك ايه بقى في المقوله ده؟ كلام زي الفل. لا هو طبعا صح، لان الام يعني من وجهه نظري يعني هي اساس كل حاجه. لو هي كويسه اذا كانت على خلق متعلمه على خلق اكيد هتطلع شعب كويس. طبعا. طيب تاني كلمه معانا النهارده او تاني مقوله، ما ينفعش تحط الرز على الملوخيه، لازم تاخد معلقه رز ومعلقه ملوخيه، شغل الشوربه ده لا. رايك ايه؟ انا بتجيب لي ملوخية في طبق زي ما احنا عارفين، وبعد كده بتجيب لي الفراخ او اللحمة، وانا بجيبها واقطعها واحطها جوه الملوخية واخليها تحطي الرز الاول، وبعد كده تجيب لي وانا احط واكل. هي اللي بتحطي الرز على الملوخية وهي بتجيب لي الفراخ وما انا مقطعها ومدخلها جوه الملوخية واكل. انا لخبطيطة جدا. سليم انت عادي تقول لمامتك انت مالك؟ ممكن حضرتك مالك؟ لا عادي. اقولك ليه؟ ليه؟ لو انت زعلانه او مبسوطه اقول لك انت مالك. لا شفت؟ الله والله مؤدب سليم. برافو حبيبي. هي انت مالك هنا يعني مالكيش دعوه؟ لا انت مالك هنا يعني انت فرحانه ليه زعلانه ليه؟ حبيبي لو في طفل بيقول لمامته انت مالك رايك في ايه؟ يعني ربنا يهدي كل الاطفال طبعا، بس لا ما ينفعش. عمر سليم قال لك كلمه قاسيه قبل كده او كلمه فيها؟ بصراحه سليم مؤدب قوي يا جماعه ما شاء الله عليه بجد. الولد مش من حقه يقول لمامته تلبسي الطقم ده او ما تلبسوش. من حقه. يعني انت قلت لمامي قبل كده ما تلبسيش الطقم ده؟ انا بختار له، هي بتختار لي وباي بيختار لي وانا بختار له. كان جايب مستنيك وكان بيقول اختار ده ولا ده، عملت لها كده فهي عرفت ان انا قصدي هنا فلبسته على طول. قولي انت يا غدير، عادي الولاد تقول لمامتهم او يبقى لهم راي في لبس امهاتهم؟ طبعا. عادي. لا انا بحب اخد رايي. طب لو قال لك وحكم عليكي لا ده ده يعجبك؟ لا هو سليم مش بيعمل كده. لا في العموم اتكلم في العموم مش على انا بصراحه بقتنع بكلامه، يعني انا بسمع كلام سليم. يلا اسالني سؤال. حاضر يا حبيبي. بيقولوا لو بابا وماما بيتخانقوا الولاد ما يشتركوش في الخناقه ابدا ولا يتكلموا عشان ده كلام كبار. لا بس ماما اتخانقوا، بس ماما لو اتخانقوا انا هديهم. طيب لو اتخانقوا هتحب ماما اكتر وتقف في صفها ولا تحب بابا اكتر وتقف في صفها؟ انا اول حاجه بعد ما يتخانقوا اروح لماما احاول اخليها تصالح بابي واخليها تتفاهم، وبعد كده اروح لبابي واقول له وبس. بس ماما اتخانقوا ده لو حصل. قولي لي لو في مشاركه ما بين الاب والام في خناقه او في زعيق او في مناقشه حد تقبلي ابنك يتدخل وياخد صف حد ولا يبقوا بره اطار ده خالص؟ يعني هو المفروض ان الاب والام ما يتخانقوش قدام الاطفال، يعني ده اللي المفروض يحصل. بس لو حصل ما يتخانقوش خالص. ايوه المفروض ما يتخانقوش خالص، والمفروض لو حصل اكيد اكيد بيحصل مشاكل او سوء تفاهم او كده، ما يبقاش قدام الاطفال. لو حصل بقى قدام الاطفال خلاص هو حصل بقى، فلو حد اتدخل ما يبقاش بقى بطريقه اللي هو ممكن يدي وجهه نظره. يعني ساعات الاطفال بيبقى ليهم وجهه نظر بريئه ومحترمه كده، اللي هو ما ينفعش كده او ينفع كده. المقوله اللي بعد كده بتقول دايما الام بتقول لاولادها الصغيرين كده اللي زي سليم هات الفلوس اللي معاك. انت قمر. دايما الام بتقول لاولادها هات الفلوس اللي معاك احوشهم لك، وياخدوا الفلوس بقى وما تعرفش تدي فلوسك لماما تحوشها. قول لك على معلومه. قول لي. بس سر سر جدا ما حدش يعرفه غير انا وانت. مامي مره كانت عايزه تشتري فستان وكنا رايحين النادي الصيف، كان ب 200 تقريبا. وانا
اديتها 100، ما خدش معايا غير كده، وكان معايا 100 حاجه كنت بحوش. المفروض النهارده بابا يديني 500، هو كل يوم بيديني 10، فانا اديتها ال 100 وهي ادتني 50. بقالها سنين من ساعتها وهي عماله تقولي هدي لك ال 50 التانيه، هدي لك ال 50، وعمرها ما ادتها. يا غدير انا بقالها عمري ما ادتها. ايوه بصراحه. يعني الام عادي تقلب ولادها بفلوس؟ هو المفروض مش عادي، بس هو عادي. لا بس خلاص بتحصل بقى. انت بتقعدي تقولي لي وعمرك ما ادتهاش. معيش فكه. عايزه اقول لك على حاجه. امبارح بقى مش انت اديتيه 100 جنيه واديتها للراجل وجاب لي حاجه واداني 50 جنيه وانت ما اديتيهاليش. حاضر، سايبها لك على السفره. اول ما اروح اخدها. اوكي. نخش على المقوله اللي بعد كده. في مثل شعبي بيقول الام بتعشش والاب بيطفش. ده حقيقي بين الراجل والست؟ غلط. انا اسمعه يعني مش مقتنعه بيه، بس لا في ناس بتعمل كده. اه طبعا بنشوف كده في المسلسلات يعني والافلام وكده، بس لا يعني احنا الحمد لله لا الاب بيعشش برده عادي الحمد لله. انا عندي احساس ان بورسعيد المدينه البنت بتعشش والاب بيعشش. الاولاد بيعشش. لا والاولاد بيعشش. كلنا بنعشش. كل حد بيعشش لنا. انا اشتريت يا استاذ سليم والله اشتريت. وانا بعمل عشا بالبنطلون. سليم، في مقوله بتقول ان الولاد اول ما يكبروا لازم يعيشوا لوحدهم بعيد عن بابا وماما عشان يبقوا قد المسؤوليه، انت مع الكلام ده ولا لا؟ انا كسليم معاه بس مش معاه، قصدي مش معاه بس معاه، نفسي اعتمد على نفسي وماشي موافق، بس مش هينفع عشان هسيب ماما وبابا ومش هعيش معاهم. تقبلي ان سليم يعيش لوحده فتره اما يكبر مثلا بعد المراهقه؟ بيتهيألي ممكن اقبل، بس يعني انا اتمنى ان هو يفضل عايش معايا طبعا على طول، بس اكيد مش هبقى ضد مستقبله وحياته لو هو مثلا عنده شغل. طب القلب بقى قلب الام يبقى عنده. انا اكيد يعني اكيد قلبي اتمنى ان ما يسيبنيش خالص طبعا. لا صراحة. اه طبعا بعد 10 سنين خلي بالك معانا هغير كلامي صح؟ سجل لي. هنعرف بعد 10 سنين. انا بشتري كلامك الفقره دي، انا اشتريت كلامك والله جدا يا استاذ سليم. احنا خلصنا فقره اشتريت، يلا بقى بينا نلعب لعبه فرقعه. يلا. يلا سليم مستعد للعبتنا؟ عارف اللعبه اسمها ايه؟ فرقعه. في اللعبه دي هنسالك شويه اسئله هتجاوب عليها، لو ما عرفتش تجاوب هتفرقع البالونه عشان تشوف الحكم اللي جوه ايه، وكذلك انت يا غدير هنسالك سؤال لو ما عرفتيش هتفرقع البالونه وتشوف الحكم، لو عرفت مش هتفرقع. سليم قول لي وعرف لي يعني ايه تعويم الجنيه. ايه تعويم الجنيه؟ اجيب كرتل احط فيه ميه واحط فيه الجنيه. وبعدين طب افرض الجنيه معدن اللي هو فضه يعني، اجيب جنيه ورق؟ للاسف الاجابه خاطئه، هتضطر تفرقع بالونه. ايه ايوه انت بنحكي. 3-2-1 فرقة شوف الحكم. قلت ماما هي بتصحيك من النوم، اصحى يا سليم عندك مدرسة. بس كده؟ السؤال لغدير، في كام ديزني برنسس؟ 6. طب نديكي كمان فرصة. 5. لا سليم عارف في كام؟ 15. لا 11. لا 12. لا 13. صح، بس مامي معرفتش عشان كده هتفرقع بالنوم. 3-2-1 فرقع. عايز اقولك كلدي سليم وهو بيعيط او بيزن عشان حاجة. مامي بليز بليز مامي بليز مامي بليز. صح زن متواصل ورا بعض. السؤال الثاني لسليم، قولي يا سليم كم يساوي الجذر التربيعي لرقم 9؟ قول كده تاني. يعني ايه تربيع؟ تخيل ايه التربيع كده. طب يعني ايه بس تربيع؟ يعني كام تايمز نفسه يدي 9؟ قدامك 5 ثواني. 3. صح مش هتفرقع. بس لو حضرتك عايز تفرقع بالونه وتشوف الحكم قشطه. اه اتفضل فرقع. وتعملوا فيها الحكم. اوعى. لا الحكم يا سليم انك هتمثل لمامتك فيلم بدون كلام خالص وهي تعرفه. كم كلمة؟ اشكوتي. اوكي اوكي سوري انا هبين ايه كلمة. حاولت. وحش شبح. صح ده فيلم الشبح. السؤال الثاني الغدير، فكري بقى عشان ده برضو في ديزني والكرتون وكده، بس ركزي. مين الشخصية اللي قالت انا حطك في دماغي وبراقبك وهراقبك؟ عرفتها. اسمها ايه بقى؟ روز. صح. كانت بتقول ايه يا روز في الفيلم؟ بتاع شركة المرعبين. انا حطك في دماغ وبراقبك وهراقبك. انا عارف. طيب احنا يعني صح، بس ممكن تفرقع غني. ينفع افرقع حالك؟ ممكن. غني لسليم اغنية استاذ في الشقاوة، تغني معايا؟ استاذ في الشقاوة
في الألعاب خطير سوبرمان معايا اتعلم يطير كل كلمة حلوة مدي أنا قوة اللي يجرى يجرى مش هرغي كتير شطار. السؤال الثالث لأستاذ سليم، مما يتكون ثاني أكسيد الكربون؟ إيه؟ من مية البحر. فكر كمان شوية حبيبي. مية الحنفية. مية الحنفية؟ لا للأسف الإجابة غلط. من المنتوس. منتوس من النعناع يعني؟ حاجة كده. للأسف برضو الإجابة غلط يا أستاذ سليم، فهنفرقع باللون. خلاص خلاص. اشرب كوب يهي كوباية كوباية اقري اشرب كوباية المية من غير ما تمسكها بإيدك. جول يلا كوباية المية. سليم احنا جهزناك عشان تعمل الحب، ورينا بقى الشطارة هتشرب ازاي المية من غير ما تمسك الكوباية بإيدك. جاهزين؟ احنا جاهزين مستنينا. انا اللي جاهز. برافو. السؤال لغدير، انت على كده ماما اللي هتكسبك على فكره بالمناسبه. أيوة. بص فضلي ثلاثه. فاضل ثلاثه وانت واحده بس. لا في واحده ودي وانت كنت عايز افرقعها وده كنت كسبان فيه. الجزمه اللي اتقلعت من رجل سندريلا كانت شمال ولا يمين؟ شمال. شمال. لا هي للاسف يمين. يا خساره. دي فرقعه. معلش. قولي لنا اسم البنت اللي بيحبها سليم. غدير. نخش على السؤال اللي بعديه، اخر سؤال. بس هقول لك لو غنيت لماما اغنيه ست الحبايب يا حبيبي عارفها، اغنيه لعيد الام ينفع تغنيها لماما؟ لو غنيتها حلو هنسقف لك ومش هتفرقع باللون، مفيش حكم. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى منه بمش مره. دي اغنيه مين؟ ينفع تشغلوا اغنيه ونرقص عليها؟ هغني اغنية فارس. اوكي. I love you mommy. I love you too. احنا كده خلصنا لعبة فرقة. ايه ده؟ انا كسبت. ومامي هي اللي كسبت سليم. وبقول لكم نورتونا في عيد الام. وشكرا لكم على الحلقة الحلوة دي. شكرا. لا ثانية. ينفع اطلب منك طلب؟ اتفضل. ينفع نفرقع ونشوف الاحكام تاني؟ فرقة طيب. الله. ايه طب ايه الحكم؟ امثل سليم فيلم. الكلمه الاولى ساعه ساعد اجابه. برافو برافو. بعد ما خلصنا لعبه فرقه مامي هي اللي كسبت، وعشان مامي كسبت سليم ما حضر لها ايه؟ مفاجاه. وبما ان مامي كسبت سليم هيديها الهديه. ميرسي يا حبيبي. كل سنه وانت طيبه على عيد الام. انت طيب تحفه. ميرسي ابو ميرسي حبيبي. شكرا. ميرسي قوي. جميل قوي قوي. ميرسي خالص. حلو قوي.